سلام مرة تانية في نفس الهدوم ونفس المكان. طيب المرة دي هنحكي عن المكان أو الشارع من كيغالي من الحدود لحد كيغالي. كيغالي معروفة إنها هي أو رواندا عموما معروفة إنها هي بلاد الألف هيل أو كلة أو جبل. المهم فهي طالع نازل طالع نازل طالع نازل. واحدة من أهم الحاجات بتلاقيها مجرد ما أطلع من الحدود إنه في محلات كتيرة مزروع فيها الشاي. دي حياة كنت ما عارف إنه إثيوبيا فيها القهوة، كينيا فيها الشاي، رواندا ما فيها أي حاجة. فرواندا واحدة من الحاجات المهمة فيها إنه أو بيزرعوا الشاي حقهم. فلما جيت بعد داخل رجعت شفت المنتجات حقهم لأنه في حاجات كثيرة شيء هم اللي بينتجوها داخليا. فحسي هم عندهم اتفاق مع شركة فولكس فاجن الألمانية بتاعت العربات إنهم يصنعوا أنا ما أعرف هل هي زي جيات ولا هم حيصنعوا عديل، لكن المهم العربات الفولكس فاجن هتكون ثاني مصنعة في رواندا. الحاجة الثانية برضو إنه عندهم مصدر تصنيع الهواتف الذكية. يعني في البراند العالمي كله سامسونج ايفون حي بشكل قاعده، لكن برضه هم بينتجوا حياتهم المحليه. فرواندا فيها الحس بتاع التقدم ده كله. واحده من الحاجات تلقاها زي ما قلنا زمان كنا نيروبي في الفيديو اللي فات، نيروبي مجرد ما نطلع من نيروبي اللي هي عاصمه كينيا بتلقى ان في اختلاف كبير بين العاصمه وبين المدن او بين الاحياء والقرى والفرقان. تزبط بس عكس لما تطلع من تشوف قرى برا في اوغندا اللي هو برا من العاصمه كيغالي بتلقى انه في نفس النسق بتاع التقدم. برضه موضوع الاني دب بياخدوه على محمل الجد، فممكن تذكر القبائل اللي كان حصلت بيناتهم اباده لسه عم مشي المتحف، والمفروض المتحف حنشوفه بكره ان شاء الله. في محلات كثيره انت قمت تزورها في كيغالي. مجرد ما وصلنا كيغالي البلد منظمه شديد، ما فيها اي زحمه كبيره، الشوارع بتاعتها كلها شوارع معبده كويس شديد. فواحده من الحاجات اللي عرفت انه هو الرئيس اللي هو كاغامي هو كان على راس البلد لمده 16 سنه. 5 سنين هو ما كان عنده الفوق اللي كان تحت الرئاسة، 11 سنة هو كان الرئيس. وهو واحد من الناس المؤثرين شديد في قومة البلد دي كلها. عنده مشروع نهضة ممتاز شديد، وعنده في ناس كتير كتبوا عن النهضة بتاعت رواندا زي النهضة بتاعت الصين والنهضة بتاعت اليابان. فبرضو دي واحدة من النماذج المهمة شديد في افريقيا. تاني بعد ذاك شنو؟ المهم مجرد ما وصلنا كيغالي حملة اننا عارفين هذول هناك، فجونا ورفعونا بالعربية لحد ما وصلنا البيت. فده البيت اللي احنا قاعدين فيه الآن. أو واحدة من الحياة المدهشة إنه معظم الناس اللي بيزرعوا هنا ما بيزرعوا بس زراعة زي النيم بتاعنا وكده، بيزرعوا حاجات بيستهلكوها. معظم البيوت زارعة موز جوا البيت، ده هسي برتقال، في تاني خضر كتير مزروعة تحت. فبتلاقي إنه حتى الزراعة الحياة مكملة عندهم. فغايته نشوفكم في الفيديو الجاي عن المصيبة الكبيرة اللي حصلت لنا في الحدود بين رواندا وبوروندي. سلام.